خلال مراسم عسكرية رسمية في وزارة الدفاع اللبنانية ووسط حداد عام في لبنان. ترأس الرئيس اللبناني ميشيل عون مراسم تأبين جثامين العسكريين اللبنانيين الذين كانوا مختطفين من قبل تنظيم داعش. ننحني أمام تضحياتهم وتضحيات رفاق لهم سبقوهم على درب الشهداء إياها، وشهداء استشهدوا في معركة أكملت مهمتهم فحررت الأرض وحررت جثامينهم فصانوا معا بدمائهم أرض الوطن. وكان الشهداء العسكريون مختطفين لدى داعش منذ عام 2014، وتم الإفراج عن جثامينهم بناء على اتفاق تبادل تم بين حزب الله وتنظيم داعش مقابل تأمين خروج العناصر الإرهابية من المناطق التي دارت فيها المعارك التي أطلق عليها الجيش اللبناني فجر الجرود. أيها الشهداء الأبطال، فرحتنا بالانتصار على الإرهاب تبقى حزينة، فقد كنا نأمل ونعمل على تحريركم من خطف الإرهاب سالمين لتعودوا إلى جيشكم وعائلاتكم وتشاركون هذا الإنجاز التاريخي، إلا أن يد الإرهاب الوحشي خافت من الإيمان الراسخ بوطنكم، فأخفتكم شهداء أجلاء تحت تراب الوطن الذي ارتوى من دمائكم الطاهرة. وحضر مراسم التشييع الرسمية العسكرية أهالي الشهداء، وتم تكريمهم من قبل الجيش اللبناني، ثم نقلت جثامينهم كل إلى بلدته ليوارى الثرى.